ام الكاتشب يعني، مش هو ده الكاتشب اللي انت جايبه لي، مش جايب اللي هو كان الكوبايه ودب دب دب كده. هات يا نهار اسود. ليلى منى حقيني كده. هات هات فوطه يا محمد ولا اي حاجه. طيب ماشي. ايه بيطلع صح؟ ماشي حنان الحال العيال بقى. اقول لك الانتري كاتشب انه انتري حرام عليكم، انا قايله لكم 100 مره ده للتصوير محدش يقعد فيه. ما اللي انت منعنا نقعد عليه، هو مش المفروض دب دب الازازه؟ على العموم ولا يهمني، انا عندي سحر، سحر هوريه لك حالا. زي كريس يعني دلوقتي ما زعلتيش ولا اتكلمت لما قلت لك العيال، لكن لو كان انا كنت عملت مشكله وبقول لك تعالي شوف. صدقني انت او العيال مشكله، بس ايه اللي عملني؟ اغسل ايدي، اغسل ايدي بس. اغسل ايدك. ايه اللي خلاني اسكت؟ وبعدين الموضوع اصلا مش صعب قوي يعني. عشان انا عندي المنقذ. المنقذ ده ايه بقى؟ يلا نشوفه مع بعض ايه هو المنقذ. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلصت الكسر. اوعى ايدك بقى، ده انت متعب. ما اروح اغسلها. لا تروح تغسل، ما تروح تغسلها. طب ما يمكن الكيس اللي انت اديتولي ده مش كاتشب. ادي الكاتشب كله اهو في الفوطه، وادي الانتريه. نمسح بقى بحته ناشفه كده ونشوف. طب والنبي في بقعه في القميص بتاعي تعمليها لي؟ لا ما ينفعش القميص. هقول لك ده المنقذ لايه والايه والايه. ادي كل الكاتشب طلع معانا، وايد الانتريه رجعت زي الفل ولا كانها شيئا كان. هات الرجل، هات الرجل بقى. زي ما شفتوا مشاهديني الكرام، المنقذ، المنقذ ده لازم يكون بصراحة. استنى استنى هقول الكلمتين. والله استنى بقى لما جابي عليك. زي ما شفتوا المنقذ ده هم مسميينه المنقذ او سوبر ماك، ولكن انا سميته الساحر. ساحر لا ليه؟ لا قسما بالله انا اللي مسميه الساحر. ماشي انا اكلتيها. بصوا عشان هو قال الساحر، وانا لما جربته فعلا واشتغلت بيه زي ما هوريكم في بقيه الفيديو في اماكن كتيره جدا، فعلا هو الساحر في البيت اللي بيرجع. هوريكم اماكن كتيره جدا في البيت الساحر او المنقذ او سوبر ماك. الاسم التجاري بتاعه سوبر ماك من شركه مكه، زي ما عودناكم على الصدق. شركه مكه بتقدم لك الا بمنتهى الصدق المنقذ الساحر سوبر ماك، عشان يجدد لك البيت كله من الاول للاخر. اي ركن عندك في البيت مضايقك النظافه بتاعته، ما عليكي غير فوطه والمنقذ او الساحر سوبر ماك. طيب شركه مكه بتقدم لك ايه كمان؟ زي ما قلنا شركه مكه بتقدم لك فرصه عمل كبيره جدا جدا من البيت، مربحه جدا جدا وانت قاعده في بيتك. لو معاكي بس 500 جنيه 200 جنيه 300 جنيه وعايزه تشتغلي وتعملي مشروع ويربحك فلوس كتيره جدا، روحي لشركه ماك او اتصلي بيهم على التليفونات. مكه هو ايه؟ ما بتشوف ملاحظين لما بتشوفني بتلخبط لما بشوفك بيضيع مني الكلام وانساه. روحي على التليفونات بتاعتهم واتصلي وقولي لهم عايزه اشتغل معاكم، هيبعتوا لك المنتج لحد البيت. لخبطتني. روحي على التليفونات بتاعتهم وقولي لهم عايزين نشتغل معاك، هيبعتوا لك المنتج لحد البيت وتشتغلي منه وتبيعي وتشتري وتكسبي. وده اهم نقطه عند شركه مكه، انها عايزه تفتح بيوت كتيره جدا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها. من غير الستات ما تخرج من بيوتها تقدر تشتغل وتكفي احتياجاتها وتحوش كمان من فلوسها. يلا بقى نشوف سوبر ماك او المنقذ او الساحر. اداني فرصه اتكلم زي ما انا سميته. اسكت اما خلص. هي نضف لنا ايه وايه ايه في البيت؟ حاجات كتيره جدا جدا. يلا نجرب سوا مع بعض. بصوا يا جماعه، ده صدى بقاله احنا في الشقه دي بقالنا 16 او 17 سنه. هو انا المفروض اطلع اتشعبط كده واصب الحته بتاعه ما انا داريت نفسي. خلاص هنسيبها شويه اقل من دقيقه، بس احنا شفنا اللي فات اهي. دي سلك ستانلس. واو ده قسما بالله بقى له 16 سنه. بس الضوي ده، وده انا اللي اكتشفتها لما حبيت اجرب المنتج اشوف هل اعلن عنه ولا لا.
وكمان الحروق اللي بره ما عليك غير انك ترشي رشه وسيبيها شويه ونشوف. يعني شايفه اللي احنا رشيناه من غير حتى ما استخدم اي حاجه اهو، دي كانت محروقه تماما اهو، شايفين اهو، بصي شايفه اهو. على فكره الناحيه دي ما ترشش، انا رشه قدامكم الناحيه دي بس اهو. هي من غير يعني هي عمليه ثقه مش اكتر. انا عندي حله اختي دي زيرو، تعرفين ده كان معايا في الحلل دي بتاعتي في التلفزيون، عندي واحده زيرو ممكن اقول لكم تواهيه تانية هي، لكن لا. فوت يا شيفنا لو سمحت. تمام تمام اهو، حلو شايفين اهو. يعني بترجع لك الاواني الستلس زي ما كانت، المقابض هوريكي حته. اخترنا نشتغل على قاعدة حمام قديمة جدا عشان يكون التكلسات اللي فيها قوية وبقالها سنين. هل يا ترى سوبر ماك او المنقذ هيشيل التكلسات اللي بقالها سنين؟ احنا نشفنا القاعدة من المية ورشينا المنقذ عليها وسبناها حوالي نص ساعة. نيجي بعد نص ساعة نشوف هنعمل ايه، بس طبعا لازم نكون محضرين الكلافز الجلد الكويس جدا نلبسه، وكمان سلكة ستلس بسيطة عشان القاعدة ما تتجرح. شايفين القاعدة عاملة ازاي اهو، كل دي املاح مترصبة عليها بقالها فترة طويلة جدا جدا والله. يلا بقى نشوف هننظفها ازاي اهو. مجرد ما لبسنا الكلافز وبالسلكة حركات دائرية بسيطة جدا، كل الملح اللي على القاعدة والتكلسات الجيرية على فكرة والسيراميك وصفار السيراميك وحاجات كتيرة جدا جدا، بس وقت الفيديو مش سامح. هوريكي بقى مجرد حركات خفيفة جدا، مجهود بسيط، وشدينا السيفون شفنا قد ايه المكان نضف ولمع جدا. ده المنظر اهو يا جماعة، ولا اي اضافات اكتر من ده، بيشيل التكلسات والجير كل حاجة، تكلسات سنين سنين. الجير اللي في الاسنان لا مالكش دعوة بيه. اوكي. ونفس الحمام اللي صاحبته كانت محتارة جدا هتنضف كل الحاجات دي ازاي، فرحناها جدا ان احنا ورينا لها اجزاء وهي تكمل بقى. عملت لها جزء من الخلاط عشان اوريها قد ايه بكل سهولة وبساطة هي لما هتشتري سوبر مكة هتنضف الدنيا. يلا هوريكم الجزء البسيط اللي عملته لها من الخلاط بقى بيبرق بيبرق. طبعا واضح جدا الفرق بين الجزء اللي اتعمل والجزء اللي ما اتعملش، حتى الحوض باين فيه الفرق، جزء صغير اتعمل والباقي لسه هي تشتغل بقى. قالت لي ما تطفيش الا ما تشوف وشك فيه. ده ايه بقى؟ ما يبوظ الدهانات واضحه كده الاتساخ اللي على الحيطه. طيب هنشوف هيعمل ايه. ما ليه ايوه يا باشا يا باشا. طيب ما يشيلش قبل وبعد، ما يشيلش الدهان. لا ليه ليه لا، طب الدهان قدامك اهو، مفيش حاجه اتشالت اهو اهو اهو. تمام حلو جدا. لف بقى على الشقه كلها كده. لا يا حبيبي حلو جدا. بس الحيطه دي لونها فاتح ودي لونها غامق، هي نقشتها كده، الفاتحه نطفت وعلى لونها والغامقه نطفت وعلى لونها، ده اللي ياكد لنا ان هو ما بيشيلش الوان الدهانات. دي بقعه صلصه يا جماعه على السجاد او حاجه زي الكاتشب كده، بقالها كام يوم حاولنا ننضفها ما نطفتش. عايزه اقول لك على السجاد بقعه الهوت شوكليت بقى في الشتاء والصلصه والشوكولاته بتاعت المشروبات، عايزين نعرف هتطلع ازاي. ادي كده بخ اهي، هات يا حنان كده. لا انا يا حبيبي هعملها، خد انت التصوير. انا اللي عكك الدنيا صلصه والله هنا بايديا. بس قشطه باشا قشطه باشا. يا كتير جميله جميله جميله.
يلا بسرعة اتصلي على شركة مكة، اطلبي المنتج وكمان اطلبي تشتغلي معاهم، وان شاء الله بالتوفيق.